هو فعلا مبارس. انا من تعاملاتي معاه بصراحه مش من الناس اللي بحب اشتغل معاه خالص. مبارس لا لا يعني ممل وبطيء في حياته. Very 50s Hollywood glamorous theme, and we have glamorous actors with us, so I hope we can pull it off all together. في a green dress for Vesna, apple green, fuchsia dress for Donia, and the teal dress for Libnibba, and the purple dress for Yusra. لا ما هي على بيست على كل واحدة بقى على حسب هي فعلا شخصيتها عاملة ازاي. بحسها حاجة تمشي معاها اكتر. What women want is interesting. حليني يا رفيق. انت يا ماما مفيش داعي حليني. حليني انا بس كده يا ماما. شك ريم تقول لكم على الفيجن. اتس هير بيبي. الفيجن بتاع الشوت بتاع الشوت. بصي الفيجن احنا قعدنا 40 دايز بنحضر 40 نايتس اوف نايت ميرز 40 hours under a pill كده اسمه مش عارفه ليبرناكس حاجه كده. بس وبعد كده يعني الدنيا الحمد لله and lots of hugs and kisses. What women want is amazing ما شاء الله and I love it. دنيا سينما بيبقى شكلي ضفدع لو ركبت المشواب بيحاول يقنعني. الايجو بتاعه وجعه قوي ان انا قلت له كده فقعدني غصب عني وعايز يعمل لي. ايوه مكتف ايديها ورجليها. انا طبعا اتمنى ان اطلع الصور تبقى موفقه واتمنى اكون عملت لي شكل الناس مش متعوده عليه. بس وشي هو وشي اغيره ازاي يعني. لكن انا من النوع الجريء احب دايما حد يبص لي بصه غير التانيين. انا بحب الشعر القصير لانه وبنصح يعني انه الست لما تبتدي يعني تبقى مش بنوته صغيره يفضل ان الشعر يكون قصير علشان يبينها اصغر. That is best. Osim, each woman knows what she wants. There's no such thing as what all women want. في حاجات there are things in common that they want. However, each case is individual and on its own. انا لحد دلوقتي ما اعرفش هما عايزين ايه. بس متهيألي طلباتهم بتبقى يعني it seems انها طلبات كبيره وكده بس بحس انها بسيطه. بيبقوا عايزين الامان, عايزين دلع دلع دلع, دي اكتر حاجه. عايزين حنيه, عايزين يعيشوا مبسوطين ومدلعين, وعايزين حد يفهمهم من غير ما يتكلموا. دي متهيألي ان دي اصعب حاجه يعني. بس ثانك يو. الستات عايزة ايه؟ الستات عايزة مش حاجات كتير. الستات عايزة الأمان, عايزة الاحتواء, عايزة الراجل يحتويها,
عايزة الراجل هي تحس إن مسؤول عنها، إن بيخاف عليها، بيحبها. إنتوا سامعيني؟ اسمعوا كلامي. أنا حاسة كده. بس باي باي. شفنا حاجة واستغربنا ولا شفنا حاجة وقلنا له اه تطلعي هنا؟ باي باي باي. طفى النور. طلعي طيب قوي.